أهلا بكم من جديد. شهدت العاصمة البريطانية لندن اليوم مظاهرة دعما للاجئين، وطلب المتظاهرون الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع أزمة اللاجئين والمهاجرين. وتأتي هذه الفعالية قبيل انعقاد مؤتمر دولي بحضور زعماء العالم في مقر الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة أزمة اللاجئين والمهاجرين يوم الاثنين المقبل. ينضم إلينا من العاصمة لندن موفدنا يوسف الحلو. يوسف، دعنا في أجواء هذه المظاهرة والفعالية وأبرز فعاليتها. نعم نادين، تلبية لدعوة العشرات من المنظمات غير الحكومية والإنسانية والتي تعنى بحقوق اللاجئين، تجمهر كما ترون عشرات الآلاف في وسط لندن وهم الآن في طريقهم إلى مقر البرلمان البريطاني. هذه التظاهرة تأتي للضغط على الحكومة البريطانية لعمل المزيد من الخطوات العملية لإنهاء معاناة اللاجئين، وأيضا مطالبة المجتمع الدولي ببذل مزيد من الخطوات العملية لحل سياسي، حيث أنهم يقولون أن هذه المأساة سببها الصراع في سوريا. الجدير بالذكر أن هناك عدد من الفنانين والموسيقيين يشاركون في هذه المظاهرة. من المتوقع أن يقوم عدد من الخطباء في هذه المظاهرة مسؤولين من عدة أحزاب بريطانية بالحديث لهؤلاء المتظاهرين. الجدير بالذكر أيضا نادين أن هذه الفعالية تأتي قبل يومين من انعقاد مؤتمر دولي للحديث عن مأساة اللاجئين والمهاجرين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين المقبل. في هذا الوقت من العام الماضي تظاهر يعني حوالي 100 ألف شخص بعد الحادثة الأليمة، يعني ربما نشاهد أشخاص من مختلف الأقطاب. يوسف هل تسمعني؟ هذا صحيح نادين، من كل الأعراق من كل الطوائف، يعني الكل يشارك من جميع الأعمار من جنسيات مختلفة. هذا الأمر وحد الناس هنا، حيث أن هذا الأمر يعتبر عمل إنساني. مشاهدة المئات من الناس وهم يغرقون في البحر المتوسط حرك هؤلاء الناس، حيث هناك تقرير للأمم المتحدة يقول أن حوالي 300 ألف شخص عبروا البحر المتوسط باتجاه أوروبا، وحوالي أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم غرقا في البحر المتوسط. هناك حالة من الضغط على الحكومة البريطانية من المجتمع البريطاني للتعامل بجدية مع هذا الملف، حيث هناك أيضا كانت مطالبة من هؤلاء المتظاهرين لوزيرة الخارجية وزيرة الوزراء الجديدة للعمل قدما لفرض مزيد من الضغط أو لحل جذري لهذه المأساة. شكرا جزيلا لك. موفدنا إلى العاصمة لندن يوسف الحلو.